من انكسر بين يديه، وأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يغني من افتقر إليه ويفقر من افتقر لغيره. عشان كذا في حديث الأثر قال الله عز وجل الأثر القدسي: وعزتي وجلالي ما اعتصم بي عبد فكادته السماوات والأرض، أطبقت السماء على الأرض وكسرت الجبال ودكدكت الدنيا كلها، وهذا العبد معتصم بالله يا رب إلا جعلت له بينها مخرجا. الجبال تدككت والمباني طاحت وسقطت وهذا العبد ما جاء شيء. وعزتي وجلالي، تكملة الأثر، ما اعتصم عبد بغيري إلا وكلته إلى ما وكل إليه. وراح للشيخ عادل ورسائل والشيخ ما تردون، من تحولني عليه، وراح للثاني والثالث وهذا المسكين الفقير، وبثت كل الشكوى على الأرض وما صار شيء. الدليل الشاهد، هل هذا القرآن، هل هذا القرآن ذكر لنا أن نفتقر لغير الله؟ أبدا أبدا. والله من الفاتحة إلى الناس قال لك أدبر أمورك. وبعدين إحنا عندنا مشكلة في الثقة في الله عز وجل. وخلني أنا أعيد مثال يعني تكلمت عنه كذا مرة يا شيخ، بس لابد نفهم المثال هذا. شيخ عادل، أنت عندك الآن نملة هنا في هذه الطاولة في مكان أصبعي، وأنت الآن قلت للنملة هذه إذا استعنت بي والله ما أخيبك، وهي نملة، وهي نملة. فجاءوا 44 نملة في الجهة الثانية يريدون أن يفتكون بهذه النملة، وأنت قلت النملة هذه أنا الآن موجود، إذا تبين تستعينين بي أنا حسبك أكفيك. والنملة هذول الحين متوعدينها، حتى تثبت أنت إيمان هذه النملة فيك، هل بتذبح النمل وهم هنا بعيدين ولا تخليهم يقربون؟ يقربون. والله هذا المشهد في القرآن أكثر من أن يوصف. فعشان الله يختبر ولله المثل الأعلى، إيمانك أنت ما يخلي المصايب بعيد عنك ويذبها قبل لا يجيك الحزن، خلات تقرب، فتخلي النمل هذا يقربون وتشوف وين بتروح هذه النملة. أنت الآن هي صادقة، يا سلام، هي صادقة ولا لا؟ أما قضية قدرتك على هذا النمل الأربعين هذه أصلاً ما تحتاج نقاش، لأنك كنت تقدر تضربهم هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا متى ما أردت. الأمر عندك هين، وهو علي هين، لله المثل الأعلى سبحانه. فعشان تختبر الآن إيمان هذه النملة خل هذا يقربون. عشان كذا الله سبحانه وتعالى ما طلب من إبراهيم أنه يعني يؤمن فيه ثم أول ما أشعلوا النار طفاها الله عز وجل، لا، أشعلوا النار يقربون، ثم مسكوا إبراهيم يقربون، إمام ما تزعزع، ثم ربطوه وكبلوه وضعوه في منجنيق ويشوف النار قدامه الآن، يعني ما فيه يعني ثم ما الله سبحانه وتعالى أنجاه الآن، ألقي في النار. وفي الأثر اللي فيه مقال أن جبريل جاء على صورته عليه السلام 600 جناح، تقول عائشة رضي الله عنها في البخاري جناح واحد يسد الأفق. تخيل يجيك واحد بهالعظمة وقال لك من حاجة يا إبراهيم، تبغى بطرف جناح أطفيهم هم ونارهم؟ هو اجتث 7 قرى لقوم لوط، اجتثها فجعلنا عليها بطرف جناح من 600، يعني مو 599 شاغرة، 599 وبعد، يعني طرف جناح اجتث 7 قرى وفي رواية 14 قرية. فيقول له ألك من حاجة يا إبراهيم؟ القلب ما تعلق، أنا أعرف اللي خلقك، يعني أنت الآن عندك 600 جناح وكبير، أنا أعرف اللي أكبر منك جل جلاله، أعرف اللي خلق هذه الأجنحة كلها، أعرف اللي أصلا أنت لن تستطيع تساعدني إلا بحوله وقوته، أنا ما تعلق قلبي بأحد. عشان كذا قال أما منك فلا، أنا ما أبغى منك شيء، أنا أعرف واحد أقوى منك، لو قلتك ساعدني وربي ما أراد. يعرف عبد مملوكا لا يقدر على شيء، ها، ويعرف هل يستويان مثلا، يعرف من يطلب. فقلبه ما تعلق بأحد أقل من الله عز وجل أبدا. فقال أما منك فلا وأما من الله فنعم، حسبي الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري قالها إبراهيم وهو قال حسبي الله، لكن حسبي الله ما لي لله، لا، حسبي الله ونعم، والله أنه نعم ربي، أنا أعرف من المتوكل عليه. قال حسبي الله ونعم الوكيل، فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لأجل هذا أول ما ألقي إبراهيم النار برد وطلع منها، من الذي يتكلم معه؟ آزر والد إبراهيم. أول ما رأى إبراهيم طلع بين اللهيب النار اللي كانت تلتقط الطيور من السماء، وطلع منها إبراهيم ولا في شيء، قال نعم الرب ربك يا إبراهيم إذ أنجاك. إي والله نعم. بعض الناس يقول حسبي الله ونعم الوكيل، ليش تقولها كذا؟ تقدر يا شيخ عادل تقول انا والله ما اعرف للملك عبد الله، بس والله ما اعرف له، لا تقول عرف الملك عبد الله، ها،
طيب ليش نقول ما عنده إلا الله؟ والله سبحانه وتعالى هذا قدر في قلوبنا. لأجل هذا يا شيخ هي القضية في قضية ثقتنا في من هو الله. لأجل هذا الله سبحانه وتعالى دائما يجعل القضية مثل قضية النمل، يقربون عندك والأحزان تجيك حتى يطلع الإيمان اللي في قلبك. أنت فقير لهم ولا فقير لي؟ أنت فقير لمن؟ هذا التوحيد. لكن من هو يا شيخ اللي يقول الكلام هذا ويسويه؟ هي القضية هنا. ولا اليوم أقرأها والله في الجامعة أقول سبحان الله في سورة الكهف، يعني أطفال فتية 13 إلى 20 أطفال، يعني 13 أعمارهم سنة وطالعين. شوف شوف أغنية هم، أول ما طلعوا قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. الحين لا مسكن ولا بيت ولا يدرون وين يروحون، ناس مطاردين يذبحونهم ما في شيء، يعني آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا، والله ما ندري هم بيصيدوننا الحين ولا بعد شوي ولا بيقطعوننا ولا بيصلبون ما ندري، لكن والله طلعنا لك يا ربي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا، أنت اللي وحدك سبحانك تقدر تهيئ لنا من أمرنا رشدا. الآن يا شيخ هم وينهم؟ في الكهف. فسبحان الله أنت لا بغيت تحمي ناس بتحطهم في مكان، آخر مكان بتحطهم فيه الكهف. ليش؟ لأن ما له باب، يعني هذه مصيبة أصلاً، يعني الكهف خطر. وشوف الله عظيم إذا أراد أنه ينجيك ما يجعلك في ظروف زينة، يجعلك في ظروف أسوأ الظروف في العالم عشان يثبت سبحانه جل جلاله، يطلع يعلمك أنت فتقتل من. فأنت لو بتحمي ناس لازم تحطهم مكان لازم فيه باب، لازم. ليش؟ أقول لك ليش يا شيخ عادل حطتهم؟ عشان يطمئنون، عشان يطمئنون، وبالذات عشان إذا ناموا ما حيدخل عليهم هم نايمين. الله عظيم يقول أبا حطهم في مكان ما في باب وبخليهم ينومون، واللي يقدر يجيهم يجيهم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فضربنا على آذانهم. شوف وإن مشكلة عندنا يا شيخ عادل إننا نجي نقول يا رب مثلا وعطني هالقضية، أطلب مسألة من الله سبحانه وتعالى، ثم أطلب أنا الطريقة اللي تجي فيها. يا أخي أنت شدخلك طريقة هذه؟ أنت طلبت أبغى هالأمر؟ ما هي شغلك شغل الله عز وجل. يا سلام، القضية ما هي وهذا مشكلتنا الحين. يا أما ما توكلنا على الله، ولا قلنا بنتوكل على الله بس أن ما نبغاها كذا يا رب، أنا نبغاها تصير كذا. أجل أنت يعني ما عدت فقيرا، أنت غني، أجل سوها أنت بنفسك كيفك. أي نعم، عشان كذا إيش معنى التوكل؟ التوكل هو سكون القلب مع تحرك الجوارح. أنا قاعد أسعى وأقدم الوظيفة وأسوي لكن ما أنذل أحد. قدمت صح الوظيفة لك، قدمت معروضي عندك، لكن والله ما تعلقت فيك وأدري أنك مسكين أنت. إذا ما أمرك ربي ما بتمشيها. يعني 13 معروض يقدمون، يقبل منها اثنين، والله والله أن الاثنين ذولي والله أن يوقع لك عقد ولا ترقية في الأرض حتى يأذن فيها الملك اللي في السماء والله. فالشاهد جعلهم الله قال فضربنا على آذانهم، يعني ما المفروض تقومهم أكثر، تقول لا تنومون وانتبهوا، خلوا واحد عندكم قايم كل شوي عشان ينتبه من اللي جاي يعلمكم. لا، يقول الله نومكم كله، يعني جعلهم في أسوأ الظروف اللي من عقولنا البشرية. وكيف يعني نايمين؟ على الأقل ما حط لكم واحد الباب إذا جاء قومكم. لا، اللي حافظهم رب العالمين. لأجل هذا قال الله عز وجل إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا، مو قالوا فقاموا، احنا نقول الله يهدينا بس ما نسوي شيء. لا، هو لازم أن تسوي بعدين تقوم. الآن إيش اللي صار يا شيخ عادل؟ قال الله عز وجل وإذ اعتزلتموهم، لما خلاص صح الافتقار لله عز وجل واستغنوا عن الناس كلهم وصح توحيدهم لله عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم، يا رب انشر لنا من رحمتك وهيئ لنا من أمرنا مرفقة، ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة وترى الشمس. بدأت يوم نشرت الرحمة، إن وين نشرت الرحمة في بيوتنا؟ من منا دعا في بيته يا رب انشر لي من رحمتك ولأهلي ها وهيئ لنا من أمرنا مرفقة. فلما نشر في الكهف، لن أخذ كلام طويل وأعيد كلام معيود حتى أجزاء الشيخ، وترى الشمس. أنت لو تبغى تنور على ناس في الكهف بيجي من لمبة سراج، هذه الشمس. إيه، إذا افتقرت لبشر بيعطونك أكثر شيء سراج ولا لمبة ولا كشاف. لكن رب العالمين جعل الشمس تزاور في قراءة وتزور في قراءة وتزاور عن كهفهم ذات، صارت القضية الآن الشمس تعاملهم معاملة غير الدنيا كلها. لا إله إلا الله، الكهف هذا في الجبل له معية خاصة، في واحد أمرها تفعل الشيء. لا إله إلا الله. ف
قال الله عز وجل: تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت، رعاية خاصة، تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله. من يهدي الله يتعلق قلبك برب العالمين فقط فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ضايع يدور مرشدين من الفقراء ذولي. ما حد قال لك لا تشاور ولا تستخير، لكن قلبك وين؟ وكل واحد يعرف نفسه. يعني قلبك هو أول ما تجيك مصيبة شرعا، وين تروح أول ما تجيك؟ جاك خبر الآن في مشكلة، في حادث، من أول واحد؟ الواجب لله عز وجل. أيوة، لكن هل هذا هو الواقع؟ لا. لأجل هذا الله سبحانه وتعالى لما دبر. بس شيخ عبد الحسين، قصص كثير، بس أتوقع نحن مبالغين في هذا الكلام اللي نقول الآن للمشاهدين. نحن نعلقهم بالله عز وجل، جاتكم مشكلة، جاتكم مصيبة، حتى شيخ المرضى عشان تقنعني وتقنع المشاهدين معي، هل المريض المقعد أحسن مني حال وأنا صحيح معافى متعلق بالمخلوقين أو بالناس؟ يعني حينما أشاهد المقعد أقول الله يعينه مسكين، يقلبونه يمين يرجعونه يسار، لكن هل هو أحسن مني حالا وأنا صحيح المعافى؟ أحسن منك في إيش؟ هذا السؤال نجاوب من القرآن. في قوته مع الله عز وجل وحبه لله عز وجل، وأغنى فقير حقيقي. هنا يا شيخ يختلف القضية، مو قضية أجساد وعيقة وأجساد تحرك، القضية قضية قلبك هذا وينه. يعني قد تكون مقعد، القضية عشان كذا الله سبحانه لا ينظر لي الشكل أجسادكم ولا صوركم ولا يمكنك تحرك واحد، لكن عند الله قلبك ضعيف إيمان، ولكن ينظر إلى قلوبكم، ينظر لي إذا جتك المصيبة تعلق بمن، ينظر الله عز وجل وأن تدعي قلبك وينه. أدعي الله وأنا قلبي متعلق بمثل ما جاء في 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 الأثر الإسرائيلي، وعقل النبي عليه السلام يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لما رأى موسى عليه السلام رجل يدعو الله يدعو الله يدعو الله، فقال يا ربي لو أن هذا يدعوني أعطيته، يا ربي وأنت رب العالمين أعظم، يعني ما في أكرم منك، يا ربي هذا رجل يدعوك يعني وقت طويل وما أعطيته. قال الله عز وجل أوحى إلى موسى: يا موسى إنك لا تدري إنه يدعوني وقلبه مع غيري، يدعيني ويقول يا رب إنه وقلبه بس هل عبد الله بيوقع لي القرار للترقية ولا لا؟ عرفت عليه شيخنا؟ فهنا هذه القضية، عشان كذا أحسب الناس وأن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يقول والله لا أخليك مثل ما جتها النملة، ها، وخليت النمل يقربون من عندها لين تنافضت، في ناس لا هادي. عشان كذا هذا أجل مع الأسف شيخ محسن، وصراحة يا أخوان كلنا فاشلين جمع الشهوات، عشان كذا الله عز وجل مو كلنا، في الجملة في أحسنت الجملة. لأن الله عز وجل يقول أكثر الناس، إذا كان هذه مصائب وغصب علينا ورحنا للناس، أجل إيش يقول في الشهوات اللي بين أيدينا والباب مغلق ولا حد يطلع عليه إلا الله عز وجل؟ عشان كذا هذا يحتاج لقلب. عشان كذا حبيبي هو القضية قضية ترجع لإحفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. لأجل هذا حبيبي الغالي، الآن من اللي خايف؟ أصحاب الكهف ولا اللي يلحقونهم؟ اللي يلحقونهم وجهة نظري، في إذا كان هناك يعني نتيجة. صح، شوف الله كيف يقدر يقلب الأمور كلها. قال لو اطلعت عليهم. شفت كيف؟ من اللي خايف الحين؟ شوف، يعني أنت لا تتصور بعقلك الصغير النتائج. هذا عقل وقدرة الله. أي نعم، هذا العقل الصغير الفقير للناس، أما الفقير لله عز وجل يعلم أنك ما في يدك شيء، الأمر كله لله عز وجل، ما عندك. عشان كذا الناس الآن أصحاب الكهف خايفين، بس تعلقوا بمن؟ بواحد، تعلقوا بالله عز وجل، فنومهم. خطير الوضع هذا، نايمين يعني سهل تقبض عليهم، وحطهم في كهف ما في باب سهل تقبض عليهم، وخلى اللي يقرب من عندهم لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا ملئت. وفي قراءة لملئت منهم رعبة، فالله قادر يخليك اللي أنت خايف منهم يخافون منك، لكن أنت وين تعلقت فيه؟ تعلقت بشر، بشكواك بتطول وأم قضيتك بتطول، والله ما بتحصل.